هذا فد مستوى توجيهي الإنسان يحتاجه حتى يرتب أموره ويكون على الطريق الصحيح. احنا قلنا اكو مستوى واحد يو اربع مستويات، فش قد بقى؟ ثلاث. المستوى الثاني المستوى التدريبي اللي يحتاج الإنسان، مستوى تدريبي. مستوى تدريبي شنو؟ انا اقول لك، إنسان عنده إرادة وعزم، واحنا بحث العزم على فعل أمر ما، ولكن مهارة فعل ذاك الأمر ما عنده، فش يحتاج؟ تدربه يحصل على مهارة فعل ذاك الأمر حتى لما يريد يسوي يسوي بشكل صحيح وخطأ صحيح. ما أدري واضح الكلام يوم واضح. أنا أكو عندي استعداد، خلى عبر أني أكو عندي هذا الحكي للشباب وهواي مهم. أنا شغلي ويا الشباب، لأن الآن تحدينا الأكبر الشباب والمشاكل اللي قاعد حيط بيهم من كل جانب ومكان وعلى كل المستويات، وأخطر المستويات اللي قلتها البارحة واليوم أركز عليها، موضوع المخدرات وغيره اللي بدأ يأرقنا يخوفنا. شاب أكو عنده استعداد يسوي عمل حسن، فعل حسن، ولكن مهارة ذاك الفعل ما عنده. شلون يأديه بمهارة وبشكل صحيح؟ شنو؟ ما عنده. فهذا يحتاج إلى مستوى شنو؟ تدريبي على فعل ذاك الأمر. أجيب مثال، إنسان يريد يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، الأمر بالمعروف عن المنكر بمهارة يو بلا مهارة؟ أنا استعداد للأمر عندي بس مهارة الأمر بالمعروف والنهي ما عندي. بعض الأحيان إذا أمرت بشكل مو ماهر مو دقيق مو متزن راح يكون ضرري شنو؟ ليش ما تجاوبني؟ أكثر من نفعي، ولعله يجيب نتائج عكسية. مهارة كون عندي، استعداد عندي بس أحتاج إلى مهارة. إذا ما عندي مهارة كن أتدرب على ذلك، أروح لأهل الاختصاص أسألهم أتعلم منهم أستفيد.